لإكمال إهاناته لمنافسيه وللحكام ولاتحاد الكرة الذي يضمك دون أن تتدخل. العيب يا كابتن أيمن هو ما قاله جمهور الزمالك الحاضر في الاستوديو في برنامج زملكاوي على الهواء مباشرة من سب علني لجمهور الأهلي ولأشخاص آخرين. العيب يا كابتن أيمن أن تسكت على إهانات يوجهها مذيع أو ضيف في قناتك لزملائه الكبار بين شيخ ومخرج ولا ترضعه أو يرضعه أحد. العيب ليس في المخرج، العيب كل العيب في غياب المعايير في اختيار من يتحدث باسم مصر على الشاشات. العيب في من يجد طريقه إلى الشاشات عن طريق الصداقات والمأذون قبل الكفاءة. عشنا زمنا رديئا أخلاقيا، زمن اعتداءات إبراهيم حسن برا وجوه. عشنا زمنا رديئا إعلاميا يتحول فيه المخرج البارع الصادق المحترف إلى سيء في نظر من لم يدرس الإعلام قراءة وكتابة. عشنا زمنا رديئا إعلاميا يكفي أن تركل الكرة بقدمك أو أن تصادق شقيق أو أن تتزوج من عائلة أصحاب القنوات لتصبح إعلاميا. واليوم العقوبات تطول مدرب اتحاد الشرطة محمد إبراهيم من لجنة الانضباط الجديدة المشكلة برئاسة وعضوية اثنين من مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا ومقرها اتحاد الكرة بإيقافه حتى نهاية الموسم بتهمة إشارات قبيحة بيده لم تثبتها شرائط الفيديو، رغم أن لجنتي الطوارئ والمسابقات في اتحاد الكرة تابع الموقف. اللجنة الانضباطية اسما لم تقترب ولم تعاقب إبراهيم حسن، ويبدو أن الصورة كانت مشوشة في شريط الفيديو عند اعتداءاته، بينما كانت الصورة بالغة الوضوح لمحمد إبراهيم. مدرب الشرطة الموقوف يصرخ: إبراهيم حسن أمسكني من لياقة قميصي بعنف ودفعت يده لإبعاده فضربني بيده الأخرى في وجهي وكسر نظارتي، ودفعه الآخرون بعيدا فسقط وقام كالمجنون لضربي مجددا. ولماذا أساسا أستفز جمهور الزمالك ونحن الأفضل؟ لكنني شخصيا لا أتفق مع محمد إبراهيم على الإطلاق في إشاراته التي وجهها لجماهير الزمالك بعد المباراة أثناء خروجه، ومهما كان نوعها ومهما كان خلوها من الإشارات البذيئة إلا أنها كانت إشارات مستفزة، وأي رد أو إشارة من أي شخص للجمهور يمثل خروجا عن الروح الرياضية، ولذلك فالعقوبة ضده منطقية. ورغم عدم معاقبته من اتحاد الكرة ومن لجنة المسابقات ومن لجنة الانضباط ومن نادي الزمالك ومن المجلس القومي للرياضة، إلا أن إبراهيم حسن واصل هجومه الشرس على اتحاد الكرة متهما رئيسه ونائبه وأعضاءه أنهم مغيبون ومتآمرون ضده شخصيا وضد التوأم وضد نادي الزمالك، وأنهم عاجزون عن منعه من الدخول إلى الملعب، ومؤكدا أنه سيدخل مباراة حرس الحدود في الأسكندرية غدا وأقول له ستفعل. وما أجمل أن نتابع ردود الأفعال من اتحاد الكرة لردعه. ردع اتحاد الكرة لإبراهيم حسن يذكرني بردع الأم لابنها الرضيع عندما يبكي. الطبطبة والدلع والشيل ومسح الدموع. إبراهيم يتهم اتحاد الكرة بالتآمر ضده، فيرد الاتحاد بطلب رفع الإيقاف عنه. يتهم اتحاد الكرة أنه مغيب، واتحاد الكرة يناشد الاتحاد الإفريقي التدخل من واقع السجل الناصع لإبراهيم حسن أخلاقيا في الملاعب.
هكذا أرسل الاتحاد المصري إلى الاتحاد الإفريقي يطلب فيه رفع الإيقاف عن إبراهيم حسن بسبب سجله الناصع أخلاقيا سابقا. وأبو ريدة يلتمس من محمد روراوة واتحاد شمال إفريقيا إنهاء إيقاف إبراهيم لأنه بات ملتزما ونموذجا للروح الرياضية. هذا هو الردع الجديد من زاهر ونائبه أبو ريد. وإذا كان الجميع في الزمالك غاضبين من التحكيم المصري، لماذا لم تبادر إدارة النادي الموقرة لاستقدام حكام أجانب لمباراة الحدود غدا كما فعل الجونة في استقدامه لحكام أجانب لمباراته بعد غد في المحلة؟ ببساطة لأن الزمالك لن يستفيد أبدا إذا طلب حكاما أجانب، لأن الأجانب لا يخافون من الجمهور ولا من الإعلام ولا من إبراهيم وحسام. سمعنا عبارات وشعارات وإنذارات عن إصرار الزمالك على استقدام حكام أجانب لكل مبارياته ولكل مباريات النادي الأهلي، وأيدنا القرار وطالبنا بتنفيذه، لكن الكلام لم يخرج عن إطار الصوت العالي والإرهاب التحكيمي والإعلامي. ولو جاء حكم أجنبي لمباراة حرس الحدود غدا ستكون الإنذارات وفيرة، وهي التي لا تخرج أبدا من جيوب الحكام المصريين قلوب الطاقة.